يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم إشعال السرج على المقابر؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إسراج المقابر، لأن هذا وسيلة إلى تعظيمها وعبادتها، فلا يجوز إسراج المقابر. وفي الحديث لعن الله، في الحديث لعن الله اليهود والنصارى أو المتخذين عليها المساجد والسرج، المتخذين عليها المساجد والسرج، لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فلا يجوز إسراج المقابر لا بالسرج المعروفة أو بالكهرباء أو غير ذلك، لأن هذا تعظيم للقبور وتغرير بالناس والعوام. نعم.